لوحات فنية جسدت الطبيعة السورية وثبات المواطنين السوريين في أرضهم، لتكون عنوان المعرض الذي أقامه الفنان أحمد درويش، بمزيج من الألوان التي جسدت سوريا بتنوع تضاريسها واختلاف طبيعتها. فتح المعرض أبوابه أمام زواره ليكون تحية لأبطال رسموا النصر على أرض الوطن. معرض فني تحية إلى جيشنا الباسل، وكذلك الأمر محاضرة سياسية للواء الباحث والمحلل السياسي محمد عباس بعنوان الجيش العربي السوري بوابة النصر. أعتقد بأن هذا الجيش يشكل اليوم الضمانة الحقيقية لمستقبل سوريا المشرق. كثير مبسوط ومرتاح لأنه عم قدم أو عم بشارك بهالمعرض بهالمناسبة الحلوة، المناسبة الصادقة، تحية إلى الجيش العربي السوري، هذا الجيش الذي يستحق منا الكثير. تشارك مع رفاقي ومع أهلي ومع أبنائي وطني الحبيب المعرفة، ونتقاسم معهم هذه القدرات الهائلة التي يمتلكونها ويختزونها، وهي بحاجة إلى التفجير، تتفجر من خلال المعارض السنوية، من خلال المعارض المعرفية، من خلال معرض الكتاب، من خلال اللقاء الذي أسأل الله أن يوفقني في تنفيذه والتحدث عن انتصارات جيشنا العربي السوري، وأن جيشنا هو عنوان كرامتنا. هو التجسيد أن النصر من هؤلاء بفضل دماء شهدائنا وجرحانا عافاهم الله، وأننا على العهد باقون مستمرون بفضل هذه العقيدة وبفضل سواعد جنود جيشنا العربي السوري. الجيش العربي السوري بوابة النصر عنوان المحاضرة التي شهدها مسرح المركز الثقافي، فالكلمة استطاعت أن تكمل ما بدأته الألوان على الأقمشة لتكون شاهداً على بطولات صنعها صمود وبسالة رجال على الأرض عاهدوا على صون الوطن، فكان النصر رفيقهم.